يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح في مبنى البرلمان وحراكهم الرافضة لمرشحي الإطار التنسيقي الذي يتهمونه بالتبعية لإيران. ما يصير أخوي، احنا بالنسبة لنا يقول لك المجرب لا يجرب. هسه انت تيجي تسوي لنا محمد الشاه السوداني، يعني علينا رئيس وزراء، هو سوانا صار له اكثر من 4 حكومات هو بيها، كل شيء بسوانا. اخر شيء صار وزير للصناعه ولا مصنع مفتوح، والشباب كلها بالشارع ما عدا تعيين. اذا هذا اذا صار رئيس وزراء ايش راح يسوي لنا؟ أنصار التيار الصدري عبروا كذلك عن رفضهم للعملية السياسية التي أوصلت العراق إلى أسوأ المراتب في جميع مناحي الحياة. احنا نعيش بأسوأ حالاتنا بالعراق، بلد الحضارات. أسوأ حالاتنا نعيش بالعراق لأنه لا خدمات ولا صحة ولا تأمين صحي ولا عيش كريم، وأبسط مقومات العيش الإنساني ما موجودة عندنا بالعراق. من 2003 إلى حد الآن لا كهرباء، لا ماي، لا خدمات، لا حقوق الشعب، لا تعيينات، كل شيء ماكو، اي حقوق ماكو. سرقتوا حقوقنا، سرقتوا اموالنا، تهددون، تقتلون بالشعب، المظاهرين، الى متى؟ ما كان في عهد، ما استحيتوا، مو عيب عليكم، ما عندكم كرامه، ما عندكم شرف. وأكد المعتصمون أن تدخل دول الجوار والخارج بشؤون العراق منذ سنوات طويلة بات أمرا مرفوضا، وأنه آن الأوان للتخلص من التبعية والارتهان للخارج. إيران من 2003 هي بلدنا، هي إيران يا دولة اللي خلت إيدها بيه ومشت عدل. اليمن تعبتها، سوريا، العراق طحين، سلمتها طحين. زين كفوينا شرج يا إيران، كفوينا شرج. سامين الله ومحمد وعلى عليكم، كفونا شركم، كافي ملينا، صار لنا 20 سنة تعبنا. وفي الوقت الذي يواصل فيه أنصار الصدر الاعتصام في البرلمان، يزداد التوتر بين أطراف العملية السياسية، وتثار أسئلة كثيرة أبرزها: إلى أين يمضي صراع شركاء العملية السياسية؟ وكيف سيكون المخرج المتأزم حالياً؟